دابا الفريق هذا الفريق هذه السنه هذه يعني خدينا واحد عدد كبير ديال المباريات بطبيعه الحال يعني كنعرفوا اهم حاجه ويعني درنا دي ماتش يعني الاكستيريور نسيتو لي ماتش ديال بركان عطانا واحد لا فيزيبيليتي على المجموعه اللي دخل الفريق فاهم حاجه وهو الحمد لله اي لاعب كيدخل تعطي الاضافه هذا هو شيء جميل اهم حاجه اللي كاينه هو كاين ان جروب كاين ان جروب اوموجين كاين اللعابه اللي عندهم تجربه اللعابه اللي عندهم دي جون بحال زيبرا بحال اي تعلال اللعابه اللي هادو اللي غيكونوا واعدين في المستقبل واهم حاجه وهو اللي كاين اهم حاجه هو اللي غيدخل غادي يقضي غيعطي احسن ما عنده لانه كتعرف فريق الوداد الرياضي القامي ديالو غالي كبير كبير بزاف وكنعرف اللاعبين عارفين شنو كينتظرهم وكنظن الدعم ديال الجمهور فرغم انه ما كيحج يعني المركب محمد خامس ولكن معنا بالقلب ديالو معنا بالدعم ديالو التشجيعات ديالو عاوتاني مره اخرى كنتاسفوا على عدم التاهيل ديال المباراه ديال النهائي كتعرف لانه درنا في الوسع ديالنا بريبارنا الماتش ديالنا كاع السيناريوهات ولكن تبقى مباراه يعني كيف ما قال يعني العميد ديال الفريقين لا صلاح الدين السعيدي ولا وليد الكرتبي بانهم كيتاسفوا في واحد الديكلاراسيون في الماتش لو ديرني ماتش اهم حاجه هو يعني اللاعبين كبار لاعبين انا كنعرفو سي لو بلو مونتان سون تري تري فور لانه ما كاينش شي فريق يعني كيتم واحد مثلا واحد خيبه الامل في مباراه ديال العصبه الافريقيه ولكن كيرجع مثبت والحمد لله اهم حاجه وهو يعني لعبنا لي دو ديرني ماتش لعبنا درنا دو ماتش كوم الفو يعني وهذا ماتش لو ديرني ماتش يعني كنا يعني سور لي كات سانك بيلي كنا مزيانين سور يعني لورغانيزاسيون ديفونسيف وفي لانيماسيون اوفونسيف في لا ترانزيسيون اوفونسيف ديفونسيف وفي لي كود بيارتي كنا حاسمين اللي بكل صراحه اللاعبين طبقوا التعليمات ديال المدرب وكنعرفوا لانه حنا اهم حاجه وهو كاين واحد المجموعه متجانسه يعني مع اللعبه ولا مع الستاف تكنيك ولا الستاف ميديكال كاين ان جروب اوموجين اهم حاجه وهذا الشيء كاين الرعايه ديال سعيد الناصري بكل صراحه ما كيبخلش على الفريق بكل صغيره وكبيره ونتمنى ان شاء الله حنا هذه المباراه انتهيناها نتمنى نبريباريو لو بروشان ماتش ان شاء الله